أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين لا زال كلامنا في الأحاديث التي دلت على علم رسول الله وآله عليه وعليهم الصلاة والسلام بجميع ما علمه الأنبياء الماضين وزيادة على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أوحى جميع علوم الأنبياء الماضين وما في كتبهم أوحاها إلى رسوله محمد صلى الله عليه واله، ورسول الله علمها أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام، ومنه انتقلت إلى سائر الأئمة. في هذا الحديث الذي نتلوه الآن، يقول الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام ان الله سبحانه وتعالى جعل القران وسيله لتسير الجبال وتقطيع الارض وتكليم الموتى حيث قال في كتابه الكريم في سوره الرعد ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى يعني لكان هذا القران فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن وسيلة لكل ذلك، وعلم هذا القرآن علمه الله رسوله محمد صلى الله عليه وآله، ثم إن الله سبحانه وتعالى أورث علم هذا الكتاب إلى الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لأن الله ما كان ينزل شيئا على رسوله الا وكان يبينه له ثم ان علينا بيانه فرسول الله يعلم كل ما في القران وفي القران كل شيء تبيانا لكل شيء كما يقول الله سبحانه وتعالى والله مسبب الاسباب يعني من الذي جعل النار محرقة الله سبحانه وتعالى، ولذا إذا شاء هو قادر على سلب الإحراق من النار، كما في نار إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من الذي جعل الماء باردا بالطبع؟ الله سبحانه وتعالى، الأسباب الطبيعية إنما هي بجعل من الله. الله يريد أن يخلق إنسانا يتمكن أن يخلقه من غير أبوين كما خلق آدم وحواء أو أن يخلقه من غير أب، كما خلق عيسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام. ولكن مشيئته بحكمته اقتضت أن يخلق سائر الناس عبر الأبوين فالله يخلق لكن عبر الاسباب: افرايتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه؟ أم نحن الخالقون؟ افرايتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن؟ أم نحن المنزلون؟ وهكذا سائر الاسباب. فالله سبحانه وتعالى هو مسبب الاسباب، وشاءت حكمته أن يجعل القرآن سبباً للولايه التكوينيه، التصرف في الكون. لكن هذا السبب يحتاج الى علم ما في الكتاب. ويحتاج الى المحل القابل. الرسول هو المحل القابل، والله سبحانه وتعالى علمه علم القران. فلذلك رسول الله صلى الله عليه واله يتمكن من التصرف في الكون بالسبب الذي جعله الله سبحانه وتعالى بيده، فكما ان عيسى كان يتمكن من احياء الاموات باذن الله بالسبب الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى كذلك محمد صلى الله عليه واله الله سبحانه وتعالى علمه القران وجعل القران سببا لتكليم الموتى وكذلك لسائر التصرفات في الكون لان كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى علم الكتاب الله سبحانه وتعالى اورثه للائمه كما قال سبحانه وتعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا عباد الله اصناف فيهم ظالمون وفيهم مقتصدون وفيهم سابقون في الخيرات الله سبحانه وتعالى اصطفى اولئكم السابقون اصطفاهم خلقهم مصطفين من كل شوب وكدر لان هذا المنصب الكبير الالهي يحتاج الى محل قابل والله سبحانه وتعالى حكيم لا يجعل هذا المنصب الالهي في انسان ليست له قابليه هذا خلاف الحكمه فلذا الله يصطفي ثم بعد الاصطفاء يكلف من اصطفاه بالمهمه التي ارادها والتي تناسب ذلك الاصطفاء. ثم اورثنا الكتاب يعني بعد الرسول صلى الله عليه واله الذين اصطفينا ليس المراد رسم القران، رسم القران الان موجود في يد المسلم العادل والمسلم الفاسق وبيد المنافق وبيد الكافر وبيد الملحد الان رسم القران موجود طباعات القران كثيره كل احد يتمكن من اقتناء نسخه من القران الكريم فليس هذا ايراث الكتاب للذين اصطفاهم وانما يراد ايراث علم الكتاب الكتاب بكل ما يحتويه ليس خصوص الرسم رسم الكتاب وتفسير الكتاب وتاويل الكتاب والمعنى الذي موجود في الكتاب الذي هو تبيان لكل شيء ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ليس العباد الظالمين وليس العباد المقتصدين يعني المؤمنون وانما العباد الذين هم سابقون في الخيرات وهم ال محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام كما مر تفسير هذه الآية مفصلاً. فهذا العلم عندهم زين القرآن وسيلة لتسيير الجبال وسيلة لتقطيع الأرض، يعني شقها واستخراج ما فيها وسيلة لتكليم الموتى فإذن الأئمة عليهم الصلاة والسلام بإذن من الله سبحانه وتعالى قادرون على كل هذه الأمور وهذا ما يسمى بالولاية التكوينية الله سبحانه وتعالى أعطاهم الولاية التكوينية يتصرفون في الكون بإذن الله سبحانه وتعالى وبالسبب الذي أعطاه الله إياهم لا نقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة قادرون بانفسهم على ذلك، لا وانما نقول قادرون لان الله اقدرهم باذن الله ولا يتصرفون الا بحكمه عيسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام كان يحيي الموتى باذن الله وكان يبرئ الاكمه باذن الله والابرص يبرئه باذن الله ايضا وله معاجز اخرى وكذلك سائر الانبياء لكن كانوا يتصرفون في هذه المعاجز وهذه الآيات الباهرات حسب الحكمة، لأن الأسباب الطبيعية أيضا جعلها الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى جعل الأسباب الطبيعية هي الأصل. الأسباب الغيبية هذه حالة استثنائية، فلذا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسير بالاسباب الطبيعيه مع انه كان يتمكن من ان يستعمل الاسباب الغيبيه في كل قضيه لكن مشيئه الله ان لا يستعمل تلك الاسباب على رغم قدرته عليها باذن من الله سبحانه وتعالى الا في موارد خاصه والا الرسول صلى الله عليه واله كان يتمكن في غزوه بدر في غزوه احد في غزوه حنين في سائر الغزوات أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبيد المشركين بدون قتال. بل كان يتمكن بالقدرة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى أن يبيدهم من دون قتال. لكنه لا يستفيد من هذه القدرة لتغيير الأسباب الطبيعية بشكل دائم. لأن هذا خلاف الحكمة. وإنما يستفيد منها في موارد تتطابق مع الحكمة وهي موارد استثنائيه، الشاهد ان على الائمه عليهم الصلاه والسلام كانت لهم الولايه التكوينيه حسب هذه الآيات المباركات، لكن ما كانوا يستفيدون من هذه الولايه التكوينيه الا في حالات استثنائيه، لان الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار امتحان لعباده، فاذا الاسباب الغيبيه دائما تكون محكمه الامتحان يزول الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر أرسل الملائكة لنصرة المؤمنين. في غزوة أحد وعدهم ولكن وعدا بشرط. يعني الله سبحانه وتعالى وعدهم بالنصر في غزوة أحد ولكن بشرط. أن تتقوا وتصبروا. لكن لم يتقوا. ولم يصبروا. شافوا الغنائم خالفوا أمر الرسول شافوا المشركون هجموا عليهم من جانبين خالفوا أمر الثبات في القتال لذا الله سبحانه وتعالى لم يرسل الملائكة لنصرتهم لأن وعده كان بشرط لماذا الله وعد بشرط لأنه الدنيا دار امتحان حتى في هذه الآيات التي نزلت حول غزوة أحد في سوره آل عمران الله سبحانه وتعالى يبين انه الامتحان لكي الله سبحانه وتعالى يمحص المؤمنين لكي يميز الخبيث من الطيب اولا المؤمن من المنافق يتميز. ثانيا المؤمن ايضا تسمو نفسه بازاله العوائق والعلائق الموجوده في نفسه. من الامور غير المناسبة هذا الامتحان يكون تمحيص له كالذهب يلقى في النار لكي ينفصل الشيء الخبيث الذي فيه الزيادات التي كانت مختلطة مع الذهب هذا يسمى التمحيص فالدنيا دار امتحان والمعجزة تكون ايضا ضمن هذه الدائرة لذا الانبياء لهم الولايه التكوينيه لكن لا يستفيدون منها الا في حالات خاصه. والا القاعده ان الاسباب الطبيعيه هي التي تكون محكمه. لانه لو كانت الاسباب الغيبيه دائما محكمه لبطل الامتحان. الائمه عليهم الصلاه والسلام كذلك هذا حديث مستفيض أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء نزلت عليه الملائكة. الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بأن ينزلوا عليه لنصرته. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لم يأذن لهم. لماذا لم يأذن لهم؟ يعني الله سبحانه وتعالى تشريفا للإمام الحسين أرسل الملائكة لنصرته. نفس الملائكة الذين أرسلهم في يوم بدر أرسلهم لنصرته لماذا لم يأذن لهم؟ لأن الله سبحانه وتعالى كان يريد امتحان الخلق الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يدري أن الله سبحانه وتعالى يريد امتحان الخلق فبما يمتحن الناس فيعلم بانه صحيح هو الله ارسل له الملائكه لنصرته لكن ليس من المصلحه ان ياذن لأولئكم الملائكه لان الله سبحانه وتعالى ارسلهم لكي يكونوا تحت يد الامام الحسين عليه الصلاه والسلام هذا تشريف له فلذا لم ياذن لهم لانه خلاف الامتحان كان ان يبيد عسكر ال منافقين الذين جاءوا لقتاله بطريقة غيبية والامتحان يبطل هذا النظير هذا بين قوسين نذكره الأب مريض مثلا بلا تشبيه فهذا لكن لتقريب الفكرة مريض في البيت ابنه يجي لخدمته الأب يقول للأبن أنه أنت اذهب لا تقيد نفسك بي، روح على شغلك. زين، الأب يقول هذا الكلام تشريفًا للابن. لكن الابن لا يذهب، وهذا عدم ذهابه ليست مخالفة لأمر الأب، لأن هذا الأمر تشريفي. الابن يشوف أن من وظيفته أن يبقى، وأن يخدم أباه. الله سبحانه وتعالى تشريفًا للإمام الحسين أرسل الملائكة. لكن الإمام الحسين يعلم بأن الدنيا دار امتحان وهذا الموقف موقف امتحان وليس موقف إبادة الأعداء بالطريقة الغيبية، لذلك لم يأذن للملائكة فرجعوا. مرة ثانية رجعوا إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ويستفاد من بعض الأحاديث، مرة ثالثة على كل حال في المرة الثانية أو الثالثة عندما رجعوا وجدوا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قد قتل. الله سبحانه وتعالى امر اولئكم الملائكة بأن يبقوا حول قبر الحسين عليه الصلاة والسلام إلى يوم ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولهم مهمة بالنسبة إلى زوار الإمام الحسين، وعبادة الله سبحانه وتعالى في تلك الوقعة الطاهرة هذه بينتها الروايات وخاصة الروايات الموجودة في كامل الزيارات، إلى أن يظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فيكونون من أنصاره إذن هذه الولاية موجودة لهم لكن لا يستفيدون منها إلا بحكمة في حديث أن المتوكل العباسي في يوم من الأيام أراد أن يري الإمام الهادي عليه السلام سطوته وقدرته وقوته وجيشه لأنه خلفاء بني اميه وبني العباس دائما كانوا يخشون من الائمه فلذا دائما كانوا يضيقون عليهم او يقتلونهم زين اراد المتوكل ان يري سطوته حتى حسب زعمه مثلا الامام الهادي لا يفكر في تحرك ضد السلطه لكي مثلا يستولي هو على السلطه فهناك تل في سامراء جاء بالامام الهادي الى تلك التله وامر جيشه ان يمر من امام هذه التله مثل استعراض عسكري زين فجيش المتوكل عدد كبير جدا ملا الصحراء صنوف من الناس من الاتراك وغيرهم وصنوف من الاسلحه اي واحد يشوف هذا الجيش يرعب في قلبه بعد ما يفكر أصلا في أن ينقلب على السلطة الحاكمة زين الإمام رأى ذلك ثم قال للمتوكل ما معناه أتريد أن أريك جيشي عندك جيش أنت نعم قال انظر إلى السماء فنظر إلى السماء الله سبحانه وتعالى رفع الغطاء عن عين المتوكل فرأى الملائكة لأن الملائكة موجودون لكن نحن لا نراهم إلى لحظة الاحتضار لقد, كن لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد هذا المحتضر يرى الملائكة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا زين فهنا الله سبحانه وتعالى رفع الغطاء عن عين المتوكل فرأى في السماء ملائكة بيدهم حراب وكلهم يقولون مثلا ما معناه يا ابن رسول الله ان تأمرنا اخذنا هذا الشخص ما معنى الرواية فلما رآهم المتوكل غشي عليه وتفصيل في الرواية كلام الإمام الهادي معه بعد أن أفاق من غشوته ولم يرعوه لأنه إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها زين هذا الجيش موجود لكن ليست من المصلحة الاستفادة منه فلذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام ما كانوا يستفيدون منه يسيرون حسب الأسباب الطبيعية أحيانا بحالة استثنائية كانوا يستعملون هذه المعاجز زين هنا الإمام الكاظم في هذا الحديث وإن يقول وإن الله يقول في كتابه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به, به, الأرض الأرض تقطع فنرى ويستخرج ما في باطنها أو كل ما به الموتى جزاء لو محذوف يعني لو كان لو أن قرآنا كان بهذه الأوصاف فهو هذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله محمد وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسير به الجبال وتقطع به البلدان وتحيا به الموتى لأن كلام الميت يحتاج إلى أن يحيا ذلك الميت لكي يتكلم ونحن نعرف الماء تحت الهواء المقطع الأول من الحديث ذكرناه أن سليمان كان يحتاج إلى الهدهد لأن الهدهد كان يشعر بأماكن وجود الماء فيشير إلى سليمان في ذلك فكان يحفر تلك البقعة ويستخرج الماء ونحن نعرف الماء تحت الهواء زين وإن في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر إلا أن يأذن الله به في القرآن توجد آيات هذه الايات اذا واحد له القابليه وهو مصطفى تلا هذه الايات فطلب اي حاجه من الله سبحانه وتعالى الله يستجيب له في هذه الايات الاسم الاعظم يمكن اني وانت وفلان وفلان من الناس العاديين سواء من المؤمنين او من غيرهم نتلو هذه الايات لكن لا تأثير لها إذا تلوناها نحن هذا التأثير الغيبي لأنه احنا مو المحل القابل كما ذكرنا فيما مضى يمكن سيف قاطع هذا السيف القاطع فالطفل يجي يشيل هذا السيف لا يتمكن من جرح أحد بذلك السيف هو السيف قاطع لكن هذا الطفل ما له تلك القابلية لكي يقاتل بذلك السيف يجي واحد بطل يشير ذلك السيف فيقاتل ويقتل ويجرح ويلكم هذه الايات موجوده في القران قد نتلوها نحن لكن احنا ما الا القابليه لكي تؤثر هذه الايات ذلك التاثير اذا نحن تلوناها لكن من هو مصطفى اذا تلا تلك الايات وطلب من الله سبحانه وتعالى اي امر الله سبحانه وتعالى يستجيب له وان في كتاب الله لآيات ما يراد بها امر مهما يكن من امور الا ان ياذن الله به هذا بالنسبه للقران زين بالنسبه الى الكتب السماويه السابقه ايضا لها تاثير موسى عليه الصلاه والسلام كان يشق بعصاه الحجر، كان يشق البحر، كان يحولها العصا الى ثعبان وهكذا هذه من ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى موسى موجود عند الرسول محمد لأن الله أوحاه إليه أيضا وورثه على أمة وكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام كان يذكر الاسم الأعظم مما أوحاه الله سبحانه وتعالى عليه في التوراة في الإنجيل أو غير الإنجيل وكان يفعل ويصنع ما يصنع من إحياء الموتى وأمثال ذلك تلك الكتب موجودة عند الرسول ومن الرسول ورثها الأئمة عليهم الصلاة والسلام مع ما قد يأذن الله مما كتبه الماضون يعني الكتب التي نزلت على الأنبياء الماضين جعله الله لنا في أم الكتاب زين أم الكتاب لها مصادق مختلفة من مصادق أم الكتاب سورة الحمد من مصادق أم الكتاب اللوح المحفوظ يعني الله سبحانه وتعالى قدر تقديرا لا بداء فيه لا تغيير فيه لأنه كما ذكرنا إنما كتبه الله في اللوح المحفوظ هذا يطابق مع علمه الأزلي لا تغير فيه الذي يتغير ما هو مكتوب في لوح المحو والاثبات، الله سبحانه وتعالى كتب في لوح المحث والاثبات ان فلان عمره كذا لكن ان دفع الصدقه يزداد عمره، فاذا دفع الصدقه يمحى ما هو موجود في كتاب في اللوح لوح المحو والاثبات ويزاد ما ذكر بشكل شرط في ذاك زين الله سبحانه وتعالى هذه الولايه التكوينيه للائمه بعلمهم بالكتاب وبكتب الماضين العلم الذي يمكن به تسيير الجبال وتكليم الموتى وشق الارض هذا العلم الله سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ يعني لا تغير فيه لا بداء فيه جعله الله لنا في ام الكتاب زين. الإمام بعد ذلك يستدل بآيتين من القرآن الكريم. الآية الأولى: إن كل شيء موجود في اللوح المحفوظ وفي القرآن. الآية الثانية: علم القرآن عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: "وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين". الغائبة يعني ما تخفى عن الحواس، سواء كانت عينا أم خصلة وما من غائبة في السماء والأرض سواء في السماء أو في الأرض إلا في كتاب مبين يعني كتاب ظاهر لنا فإننا نعلم كل شيء غاب عن الحواس، زين هذا الكتاب المبين شنو هو؟ هذا الكتاب المبين القرآن الكريم لأن القرآن له ظاهر وله باطن، كل شيء موجود في القرآن تبيانا لكل شيء تبيان البيان الواضح احنا نعرف ظاهر القرآن إذا عرفنا اللغة العربية الرسول صلى الله عليه وآله يعرف ظاهر القرآن وباطن القرآن ومن بعد الرسول من؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنحن الذين اصطفانا الله عز وجل واورثنا هذا الذي فيه تبيان كل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء بجمع هذه الايات القرانيه نصل الى نتيجه ان علم الكتاب عند الرسول ومن الرسول صلى الله عليه واله انتقل الى الأئمة وهذا القرآن وسيلة جعلها الله سبحانه وتعالى للولاية التكوينية فلذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وللأئمة الولاية التكوينية هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين